بعد تقدم قوات النظام في ريف الرقة الجنوبي على حساب داعش، يبدو أن المعركة ستتركز في محافظة دير الزور، حيث ضاق الخناق على التنظيم في كل من ريفي حما وحمص. معركة يرى كثيرون أنها دخلت مرحلة جديدة ستكون دير الزور عنوانها الأبرز بعد تحولها لأهم مناطق سيطرة داعش في سوريا. خلال الأسبوع الماضي اجتازت قوات الأسد الحدود الإدارية لدير الزور من الجهة الغربية انطلاقا من محوري مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي وعقربات في ريف حمات الشرقي، حيث تتركز أعنف المواجهات. هدف قوة الأسد الأول هو الوصول إلى اللواء 137 المحاصر من قبل التنظيم منذ سنوات، ثم التحرك باتجاه مطار دير الزور، حيث باتت قوات النظام على بعد نحو 50 كيلومترا عن مركز المدينة فقط. التقدم هذا يجري تحت غطاء جوي روسي، بينما يبدو أن التحالف الدولي يغض البصر عن هذا التقدم. ووفقا لتصريحات سابقة للتحالف، فإن اتفاقا روسيا أمريكيا حدد جنوب الفرات منطقة يسمح لقوات الأسد بالسيطرة عليها، بينما شماله فسيكون من نصيب قوات سوريا الديمقراطية.